السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم غادي نتكلموا على المنتخب المغربي والمفاجأة سارة للمنتخب الأولمبي المغربي قبل مواجهة العراق، وتواجد الثنائي إلياس خموج وأسامة العزوزي في تمارين المنتخب المغربي استعداد لمواجهة المنتخب العراقي يعني وبجدية كبيرة. يعني يوم الأحد ضمن المسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، تحضير من أجل الفوز، تحضير من أجل الفوز، يعني لا بديل عن الفوز. خلينا بتمرح، شو كي تربح ما كاش حسابات، كي تربح غادي الأرجنتين غادي تلعب مع أوكرانيا، مش أنا عارفين كيفاش المباراة تكون، يعني نسبة المستوى تاع المنتخبات مش أنا عارفين. أوكرانيا غادي تمد كلش، غادي الأرجنتين يمد كلش، العراق منا يمد له كلش، المغرب يحط كلش، هذه هي. يعني وإن تدرب لاعبو المنتخب المغربي بصفوف يعني مكتملة قبل المباراة العراق، والتي سيحاول من خلالها الأسود تحقيق انتصار، يعني من أجل انتصار ثاني خاطر نهازمو، يعني من أجل يعني من أجل العبور إلى الربع النهائي، يعني بعد إطاحتهم بالأرجنتين بهدفين لهدف والخسارة بهدفين لهدف. يعني تشوف البنت كيفاش، البنت كيفاش دخلت دقيقة التالية، والله ما تحسب اللي تحسب لا ديفونس ما كاش. شوف كيفاش دخل البنت، كيفاش عطاها له وراح لهم في ظهرهم ومرقها، تحسب اللي والله الله العظيم والله خسارة بيتمون، خسارة بيتمون، ما كان والو. وتدرب اللاعبون المنتخب المغربي بصفوف مكتملة قبل المباراة العراق الحاسمة، والتي سيحاول من خلالها الأسود تحقيق انتصارهم الثاني بعد الفوز في المباراة الأولى والانهزام في المباراة الثانية. هذا في المباراة الثالثة والفوز الثاني، يعني من ثم قطع مشوار هائل يعني من أجل التأهل للدور الثاني في الأولمبياد. وكان خموس والعزوزي قد تعرضا لإصابات في لقاء يعني الأرجنتين وأوكرانيا يعني في المباراة الماضية، واضطر المدرب يعني سألنا كيفاش ما لعبوش بكامل يعني حظوظهم، وخضع اللعاب لاحقا لفحوصات طبية أظهرت تعرضه لبعض الكدمات غير مقلقة. ويعتبر أخموش والعزوزي من أهم ركائز المنتخب الأولمبي المغربي في أولمبياد باريس، حيث يتطلع الأسود لتجاوز يعني الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، يعني مشاركين وقيل هذه الخامسة، إلا ما نشغلك وقيل هذه الخامسة، وقيل هذه الخامسة إلا ما نشغلك. يعني وشاهدنا تصريحات تاع النجم المغرب وين حدد يعني يحدد الفرق بين المنتخب الاول والاولمبي، واشار منير المحمدي حارس مرمى المنتخب المغرب الاول الى الفرق بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي والذي يشارك في دوره الالعاب الاولمبيه يعني الصيفيه بباريس مع الثلاثي الذي تسمح به القوانين المنظمه، الى جانب أشرف حكيمي وسفيان رحيمي. المحمدي الذي انتقل في الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى نادي نهضة بركان، وقدم يعني مستوى جيد أمام أوكرانيا بالتصدي لمجموعة يعني مجموعة فرص خطيرة، ولولا براعته كان من ممكن أن يتعرض أشبال الأطلس لهزيمة بأكثر من هدفين. وتحدث محمدي عن الفرق بين المنتخب الأول والأولمبي وما يحتاجه أشبال الأطلس للتأهل إلى الدور القادم في أولمبياد باريس الصيفية. وفي سياق متصل قال الحارس المغرب في تصريحات لموقع: ليس هناك فرق كبير بين المنتخبين الأول والأولمبي، فهناك لاعبون جيدين هنا وهناك، وأولمبي يضم مواهب تلعب مع المنتخب الأول.
وأفاد الفرق الوحيد هو الخبرة في المنتخب المغرب 23 عام، هناك لاعبين موهوبون ويحتاجون فقط للخبرة ولو كانت حاضرة أمس لفوزنا على أوكرانيا. وأبرز وين أبرز لعبنا مباراة تاريخية أمام الأرجنتين، وين لعبنا مباراة تاريخية أمام الأرجنتين، جماهير كانت سعيدة بالأداء وراضية عن اللاعبين، لكن الصورة التي ظهرنا بها في مباراة أوكرانيا لم تكن مشرفة كثيرا، ونحتاج للمزيد من العمل. وقال محمدي: نحن هنا من أجل تحقيق ميدالية أولمبية حتى الخصوم يعرفون قيمة المغرب، نحتفظ يعني بأملنا الكاملة أمام العراق، نعتذر من الجماهير المغربية بعد الهزيمة، هدفنا يعني إسعادهم في المباريات القادمة بالفوز على العراق يوم الثلاثاء المقبل غدا إن شاء الله. والجدير بذكر أن المنتخب المغربي الأولمبي يعني وين انهزم أمس السبت بهدفين لهدف أمام نظير أوكرانيا ضمن الجولة الثالثة، خسروا في القائمة ولا إيش غادي ندير خويا غالبة والله غالب. أو دي صعيبة صعيبة بشتاها ماشي نقول لكم على صعيبة، كون ربحوا مليحة هي مين ما ربحوا شوية هذا مكان مين ما ربحوا شوية نقولوا بلي صعاب هذه يا خويا، هما كيما ربحوا صعيب والله هي الربحة اللي ما ربحوهاش هي صعيبة. يغبنوكم يغبنوكم هما على بالك هما فين عندهم عندهم العراق فين عندها ماشي سهلة والله ما سهلة كاع. والله ما سهلة صح تشبح شي فاتية تشبح مولا والله شي فاتية اللي تشبحهم ديسير ولا ديسير شوبير هدر على تاع جون باز اللي وصلت نهائي، ما نعرف جون باز على ما يعني الله غالب سهل ما فهمنا والو
الله ينجحها وصايت هذه هي اللي نقولوها الله ينجحها ما نعرفش هذه نجحهم بعض يا اخويا الله ينجحها الله ينجحها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو تاعنا بينك ما تنساوش تفعيل الجرس واللي مشي ابوني معنا ودائما معكم بجديد وربي يحفظكم ويحفظنا.